ومن الأمانة، ومن الأمانة أن توسد الأمور إلى أهلها بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أما حين تملأ المناصب على غير أساس من الكفاية والجدارة فتلك خيانة تزلزل أركان المجتمع وتصيب الأمة بأبدع الأقطار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة، يعني الجماعة، من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وروي عن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين بعثني إلى الشام، قال: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محابا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يولي رجلا من أصحابه إلا إذا توفرت فيه صفات الحاكم ورأى فيه الحزم والقدرة على تحمل أعباء الحكم والقيادة. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يرد طالب الإمارة، يرد طالب الإمارة ولو كان تقيا حسن السيرة ما دام لا يحمل مؤهلات القيادة. فقد روي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي وقال لي: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهكذا أيها المسلمون يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة بأبسط معانيها وأنها شاملة لكل شيء. ومن هنا ذكرها الله عز وجل بلفظ الجمع فقال جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.